هيدا الخير ايا حقورين كسابسان حالد دد يدونيو كساميسي دقمد السلحلي واي كسو براكعين دد كي اباروه ساميين وحاني مسولين تهيدن اوكور غلين سيدا اي تاي نولوش الدبتا اي دد كرير قوراقا اي ديگان كان كوردقان اي اوباهان كالموين كبين ادنمو ان لو فيديو وكيلك هيدا الخير اي سومالان عثمان يوسف جيلال وفردقي سوي هيد دالك انجريسكا اي تلمام كبحي انو تشدد دو هيد اني بلشادة صوب باندقان دروفاها نولويت اي كو قد امن وحانو ماانتا هالكا نوني مدينانو اي اقنو حالات دا اي كو سوغيهين داد كان براك عياشا ان باد داد كان اي ساميسي ابارتي اي ان ولي ان كسوا كبان اي ولي هالكو دي فديا اي انو ماانتا دون اي انو كور قلو وحا كلون دون اي انو كور قلو حالات دو دا اي سيدا يهين سجال بقول يا سجاشن قف إن فاميلي أما إن إن قويس قويس كيبا وككوبين هاي رنتي إن قويس كيبا لح قف أما تضبط قف با إنك استوى كسي بدين لكن على على سهان أي أنت أيهين وح كلو أنا دون أنا هنا نوكر قالوا قدوميه نقل هذا لي ونو شيء حالة ضد كان صدق هي تبان قف وشيء وآدي آد معلول شو أي كجاردي حتى إن أي مقرن سا لو قيل دان تقو magaran sa iyagu ku dhawaaday geeri amba iyagu ku dhawaaday xaaladooduba inay ay noqoto xaalad serious oo khatara insha Allah anaguna waan gaarsiin doonaa xafiiska iyaga sare iyo umadaha kale muslimiinta muxsiniinta hay'adaha islaamiga iyo hay'adaha kale maxalliga ee kala laftooda dawladda Soomaaliland gudida abaaraha ee iyo dadka kale ee deegaanka ka soo jeeda iyaga laftooda muxsiniinta iyaguna loogu talagalay inay qayb ka qaataan deegaankan ayaan iyagana insha Allah gaarsiin doonaa ما يرك الدقمة السلاح لي أيام ماذا شاكها اللي حنا أمها نقينا هاي الخير الخير أيام أمها نقينا أن أو إسكت ده يدي محن كردا إن حال كي بدار وعجت كان حالته ده حوجال نقدر نسي وعجت كي حوله كده ما دين لما أنت ده حي حيات حول نقطع ملك الدوم بني كي ما دين وسجال بقولي سجال يستيت نقيس بهال كن تجن وحيسكت شلون تمر عرور يرجع وين وحكت شلون تنافع بحكت شلون فربنا وحكت شلون تد أعود شلون أويله waxa ku jira aqoomo aad u farabadan runtii marka la eego nolosha dadkan ay ku tirsanayeen xoolaha noolahay oo dhamaatay ilaa imi kama jirto wax bedelay oo ay dadkii maxaan ku raadayaa in nolol maalmeed ka soo saari karaan waxaan rajaynayaa insha Allah abdullahi kariim in arrintan wax naga la qaban doonta dadweynaha danyarta ah ee ka dhaqan deegaanka ayaa ka waayay waramay noloshooda iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin inay ummada islaamka ay ka caawiyaan halkan de waxana keenay waxa weeyaan dhibaato xoolihii markay baxeen ayaa tani daaya ilaahay halka nagu soo ilaamiyay inaan nimaadno ha ha taa abaar baan heshay cudurna raaskaana hay wala uu heela inaan imaka xanuun halka aynu joogno joogo oo kala masiga cunay kala xanuun xun oo silan qaaday waan hayaa een odaygi waa raq oo buka cidlaan kaga yimi aniga waxba ku nooleyn ayaan maalin dhaweeydiimi dadweynahan ay iga qabtay oo allah ma jiro أو بولا شاحن حمان هوس غلاب مستيال ملهين وحملهين هذا سواك وأمريا نسكت طلطلي ما هي وحبه هو إذن بالسكفر فدينا يا أبارهم بنكين لحظة قوة نشري سلح لي رمضان تا كودي دي آنمي وحكه رحية هبين من هوي إن كله عمر عمره ده خابوه بنتي معلم بوها مركز قريت إلى هيفاك أنا الحمد لله لكن مركز عيروني أيوم بضم فاك أنا كين